لأيام الحجر الصحي كانت طبعاً أيام صعبة، لأنه نحن كطلاب مجبرين أن نلتزم بالدراسة أونلاين. كانت 14 يوم يعني مرت بسرعة، لأن كانت خلال هالأيام كنا ندرس أونلاين. اهتميت أكثر بدراستي لأن حصلت واجد وقت فراغ. والله قضيتها بنوم، رياضة في الغرفة، وصلاة. 14 يوم هذه قضيتها في الدراسة، لأن نحن في أستراليا أوريدي مكملين اللي هي دراسة الأونلاين. غرفة معزولة تماماً، ما نقدر ننتقل خارج الغرفة هذه. هي للأمانة كانت خلال أول أسبوع كانت شوي صعبة، لأن في تحول جذري يعني كانت في حياتنا، فبعدها تأقلمنا عليها ومشت الحمد لله. أبداً ما حاولت أطلع أني أشوف ربعاتي أو غيره، لأنه الدولة عطتنا هذا الشيء إحنا لازم نلتزم فيه عشان سلامتنا، وعلى أساس أنه ما ينتشر المرض أكثر وتتخلص عمان من هذا المرض أسرع وقت ممكن. من أجل سلامتي وسلامة عائلتي فإني مضطرة أني ألتزم ببضعة أيام زيادة من أجل الحجر المنزلي. بعدنا أزيد نفسي حجر لمدة 5 أيام. برجع يمكن بخض كم يوم بجلس في الحجر عشان أطمن أكثر. قالوا لنا نحن لازم نحجر نفسنا في البيت تقريبا 3 أيام لـ4 أيام، هذا الشيء اللي أنا راح أسوي. والله اشتقت أهلي، مو بشتاق غير أهلي، يعني راجع هني عشان أهلي. فبعد اشتقت لأهلي، اشتقت لمنطقتي، اشتقت كأيد، مشتاقة لكل شيء في بيتنا، كل تفاصيل في البيت أنا مشتاقتها. الأهل والربع. بالنسبة للعدد الأشخاص اللي هم موجودين في العزل المؤسسي، طبعاً العدد الإجمالي وصل حوالي تقريباً 3000 شخص على مستوى محافظة السلطنة بمختلف مراكز الإيواء. بلغ إجمالي عدد مراكز الإيواء على مستوى محافظة السلطنة 32 مركز، هي موزعة على جميع المحافظات، وأغلب المراكز موجودة في العاصمة مسقط. طبعاً دائماً أنا أكرر أغلب الحالات ملتزمة جداً جداً، والحمد لله هذا يدل على وعي المعزولين في جميع مراكز الإيواء. وإن وجدت بعض الحالات المخالفة في الشروط فتم التعامل معها، وهي تعتبر حالات فردية في الأغلب، والحمد لله رب العالمين. نتائج تبشر نتائج طيبة، الحمد لله رب العالمين. الحكومة بشكل عام وقطاع الإغاثة بشكل خاص لا يفرق حقيقة بين الوافد أو المواطن، فالجميع يعني حظى بالرعاية والاهتمام بشكل كبير جداً جداً. وإذا دعت الحاجة لفتح مراكز إيواء أخرى لابد أنها تكون مجهزة بشكل كامل متكامل، وتفي بالغرض المطلوب لإقامة الشخص المعزول لمدة 14 يوم. القطاع طبعاً مستمر في إدامة هذه المراكز بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين تعدينا الوتيرة الصعبة اللي هي في بدايتنا، واعتاد الجميع سواء كوادر ومسؤولين على نظام العمل، والحمد لله احنا مستمرين. متى ما أعلنت انتهاء الحالة بشكل نهائي سيقف القطاع بأعماله إن شاء الله.